أعلنت وزارة الدفاع السعودية وفي بيان من وزارة الخارجية Saudi Arabia says two of its oil facilities were attacked. Getting some breaking news out of Saudi Arabia. Major oil plants in Saudi Arabia were attacked over the weekend. استهدفت الطائرات بدون طيار والحروف في مثل هالظروف الصعبة نقول شكرا. أعلنت أرامكو السعودية عن استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمعملي بقيق وخريص خلال 11 يوما من تعرضهم للهجوم التخريبي والتي تعادل شكرا لأنها خلتنا نتأكد من جاهزيتنا ونختبر قدراتنا وإمكانياتنا. شكرا لأنها أظهرت عزيمتنا وإصرارنا لتحقيق أهدافنا. ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة 20 في ديسمبر هذا العام، وحولت إنجازاتنا الكبيرة إلى إنجازات أكبر. شكرا لأنها خلتنا نقول للعالم مين احنا، ونرفع علمنا واسم مملكتنا فوق، ونفرح أكثر بوطننا ومع أهلنا. شكرا لأنها خلتنا نعرف مدى قوتنا وإننا أقوى بوحدتنا وبوقفتنا مع بعضنا، وحتى وإحنا نواجه تحدي جديد مرة ثانية نقول شكرا. المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمات أولياتها، لذلك شكرا لأنها ذكرتنا بالأشياء المهمة في حياتنا وخلتنا نفتخر بانتمائنا وبطاقات وطننا، وخلت رؤوسنا مثل راياتنا مرفوعة. فالكل شيء يمتحن صبرنا ويختبر إيماننا ويتحدى وحدتنا نقول شكرا. 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 شكرا لأنك تذكرنا بأننا سعوديين، سعوديين وما حد يقدر يوقفنا مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف.